السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغرب. كل شيء حدث اليوم قلناه عنده كم من يوم، ما عندوش ايام، عنده سنوات، عندنا اكثر من عامين. قلنا كاين دي كلون الاسبانيين مع بعضهم، البرازيليين مع بعضهم، الارجنتينيين مع بعضهم، لي زونغلي مع بعضهم. كل شيء صار بالواقع، كل شيء بالواقع. لما تكلمنا وقلنا محاباه الانجليز من قبل غوارديولا، بالدليل اعطيني ماذا قدم فودان هذا؟ ولا شيء. لماذا يلعب اساسي؟ لانه دولي انجليزي، ومعنى دولي انجليزي معناها محاباه لي زونغلي. حقيقه كي تشوف فودان في التشكيله تعرف بوكو تشوز، كي تشوف ستيرلينغ مصاب يلعب خارج الاطار يلعب بعيد على مستواه يلعب، مقابله سهله وتافهه ما عندها حتى معنى يلعب، مقابله مهمه يلعب. نفس الشيء فودان، تقارن فودان بمحرز؟ تقارن احسن لاعب في الدوري الانجليزي بفودان؟ تقارن اللاعب اللي من فريق صغير ولا شيء اسمه ليستر، صنع مجد مش ليستر، للمدينه كامله تاع ليستر، مدينه ليستر صنع مجد كبير. امور واضحه. نتمنى تكون هذه مجرد قراءه بالعاطفه، نتمنى هذا الكلام اللي قلناه راه عاطفه فقط، والمقابله الجايه يلعب. لكن مقابله ريال مدريد مهمه جدا، لو سجلوا لك هدفين خلاص، لو هدفين بهدف بعد ما عدل النتيجه بنزيما خلاص، زيدوك هدف خلاص، رجعوا وقت اضافي تربح ريال مدريد. بس اصريت انه ما يلعبش رياض محرز. رياض محرز اللي سجل هدف ضد نورويش سيتي طريقه والاداء، ودار اكثر من نص ساعه في المستوى. السبب لماذا يبعد؟ علاش بالدرجه؟ علاش بدون سبب؟ ماهيش عاطفه، هذه حقيقه. اولمبيك ليون هو المنافس القادم، اولمبيك ليون هو المنافس القادم، اسقط جوفنتيس. صحيح انه جوفنتيس عنده لاعبين داي الكبار تاع السن تاعهم، بصح المقابله الجايه صحيح انه بالك من فريق اولمبيك ليون، فريق شباب وصغير، مقابله مش سهله. انتظر ونشوف هل يكون اساسي ام لا. حاجه اخرى قلتها عندي اكثر من شهرين، الحشمه مع مدرب عنصري كيما غوارديولا مش مليحه. هذه هي فريق سيتي فيه النجوم، هذا ما نكرش شي، هذا الفريق اللي فيه النجوم لما يكون مدرب ما يتحكمش في المجموعه كاين شيئين، اما ينفجر الفريق ينفجر، اما ماذا شيء ثاني، اما يضحيوا بلاعب. الان تم التضحيه بماذا؟ تم التضحيه برياض محرز، ضحاو به. انا كغوارديولا وعندي فريق نجوم نضحي بلاعب وما نضحيش بالمجموعه؟ هذا هو تفكير غوارديولا، نضحي بلاعب نديرو في الاحتياط وما نضحيش بالمجموعه، لانني اعرف وادرك تمام الادراك انه رياض محرز يلعب اساسي، الجهه نتاعو ما يشوفوهاش، هذه الجهه كامل ما يشوفوهاش، جهه رياض محرز. حقيقه شفناها الى ان درجه لحقت انهم الجمهور الجزائري عاد يرسم في الملعب، يرسم الا جهه محرز ما كانش مغطيه، ما كانش. حقيقه هذا هو الواقع. مقابله اولمبيك ليون ذكرتني ماذا حب الفرنسيين بأبناء بلدهم وبأبنائهم وبفريقهم وفرقهم. شوف المعلق يعيط،
في الدقائق الاخيره تفهم بوكو تشوس. امر مهم ايضا، لو كان رياض محرز لاعب فرنسي كان يعمل معه غوارديولا هذا الشيء حقيقه ولا شيء، بل بالعكس يعمل المستحيل انه دائما اساسي. توما ليمار يلعب في اتلتيكو مدريد، احصائيات لاعب فاشل، صوره تهدر، فاشل. هذا اللاعب يلعب في اتلتيكو مدريد، واللاعبين الجزائريين اللي يتألقوا ممنوعين من الانديه الكبيره. كي نقول الجنسيه الناس ما تصدقنيش، الناس تقول لي ما كاش منها، راك تخرف. فسروا لي توما ليمار احصائيات هذه تاع لاعب فاشل، فسروها لنا، احصائيات لاعب فاشل يلعب في اتلتيكو مدريد واللاعبين الجزائريين ادموا الناس. وترك ادموا الناس لحد الساعه ما بلوش اسكو يرجع نابل ولا يقعد بلا فريق، ولا يديروا اعاره ليل، ولا يديروا اعاره ساسولو، ولا جوهره كيما ادموا الناس. بصح توما ليمار يلعب في اتلتيكو مدريد، لماذا؟ الجنسيه. وناكد لكم مليار بالمية، رياض محرز لو كان لاعب في المنتخب الفرنسي، لا عنده جنسيه فرنسيه ولاعب دولي فرنسي، ما يصرالوش هذا الشيء. الجنسيه تلعب دور كبير. تروح لاعب جزائري تتباع في اوروبا ولا لاعب فرنسي يتباع في اوروبا، مش نفس السعر ونفس الثمن. دولي جزائري حتى تكون فنان صغير في العمر، عندك 19 20 سنه، يعني موهبه قادمه، تكون احسن حتى من مبابي، السعر نتاعك ما يفوتش 30 40 60 اذا قلنا. بصح جنسيه فرنسيه تعود حتى لاعب متوسط، قادر تلحق حتى 100 مليون اورو وانت لاعب متوسط، والامثله عديده. اذا نشريها منها رياض محرز مقابلة الجايه مع ليون تكشف العديد من الامور، مقابلة الجايه مع اولمبيك ليون تكشف العديد من الامور. اما يرجع غوارديولا لعقله ويشرك رياض محرز لانها مقابله مصيريه، اما امور باينه الرحيل وثم الرحيل، وكفى من كفى رياض محرز من الحياء هذه والحشمه. الحشمه مع غوارديولا بالدرجه نتاعنا ما توكلش الخبز، والفهم يفهم. في الاخير نتمنى كل التوفيق لرياض محرز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.